يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة، هل الأفضل أن آتي بالصيغة الواردة في التشهد أو يكفي أن أقول اللهم صل على نبيك محمد؟ نعم، يكفي أنك تقول اللهم صل وسلم على محمد، لكن إذا جئت بالصلاة الإبراهيمية فهي أكمل بلا شك. نعم.